السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا، طاب مساءكم، أهلا بكم إلى فقرة المؤشر الاقتصادية من بين سبورتس الإخبارية في قطر. والبداية من فريق ريال مدريد، حيث بات الفريق الملكي صاحب أقوى علامة تجارية على مستوى العالم، متفوقا على العديد من الأندية أبرزها الغريم التقليدي برشلونة حسب دراسة أجرتها شركة براند فاينانس، وذلك بفضل تألقه الأخير على الصعيدين المحلي والأوروبي. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي. تتويجه بلقب أعرق المسابقات الأوروبية دوري الأبطال للمرة الثانية على التوالي والثانية عشرة في تاريخه، معززا رقمه القياسي جعله يتفوق رياضيا واقتصاديا على أكبر الأندية في العالم. ريال مدريد بطل إسبانيا هو الآن أقوى علامة تجارية في العالم، وذلك وفقا لدراسة أجرتها شركة براند فاينانس. النادي المدريدي أصبح يتربع على قمة تصنيف بمجموع نقاط يبلغ 96.1 مقابل 95.4 للنادي الكتالوني. شركة براند فاينانس تضع في عين الاعتبار ضمن 100 نقطة العديد من الأمور الهامة، أبرزها القدرة الاستيعابية للملعب واستخدامه ونسبة دخله، بالإضافة للنتائج الرياضية ودرجة رضا الجماهير. فهذا الموسم الرائع لتشكيلة زيدان لا يجعلها فقط الأعلى قيمة تجارية في العالم، بل يعزز أيضا القيمة الاقتصادية للنادي. ففي التصنيف المالي يأتي نادي مانشستر يونايتد في المقدمة، وهو منافس الريال في السوبر الأوروبي المقبل، حيث تقدر قيمة التجارية للنادي الإنجليزي بمليار و733 مليون دولار، ويليه ريال مدريد بقيمة مليار و419 مليون دولار، متبوعا ببرشلونة في المركز الثالث بقيمة تقديرية بلغت مليارا و418 مليون دولار.